بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف القاضي أبو شجاع والشارح وهو ابن قاسم الغزي والمحشي وهو الشيخ إبراهيم البيجوري، بعدما تكلم على أنواع المياه التي يجوز التطهر بها وهي 700، فقال ماء السماء وتكلمنا عنه في الجلسة السابقة، ووقفنا على النوع الثاني وهو ماء البحر. قوله وماء البحر الإضافة للبيان، أي ماء هو البحر، وممكن يقول البحر وخلاص، لكن الماء البحر، فالإضافة هنا إضافة بيان، كأن الماء هو البحر نفسه. ففي القاموس البحر تعريفه هو الماء الكثير، وسمي بحرا لعمقه واتساعه، سمي بحرا لعمقه واتساعه. يبقى لما يبقى ماء كثير العرب تسمي بحر، سواء كان مالح أو عذب، لكن العرب تملي تسميه كده. ولكن غالبا المالح يطلق في البحر في الغالب، والنهر في العذب، ولكن البحر مشترك بين العذب والمالح. في الغالب المالح، لكن قد يطلق على العذب بحر. ففي القاموس البحر الماء الكثير، وسمي بحرا لعمقه واتساعه. وعشان كده العرب تطلق على أي حاجة على سبيل المجاز لما تبقى فيها كثرة تقول عليها بحر. وجدت بحرا في العلم، يعني عالما كثير العلم يقولوا عليه بحر، يقولوا على الإنسان الكريم بحر. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع صوتا في المدينة اهتزت له المدينة في يوم شديد الظلمة قبل الفجر بساعات، فاستيقظ أهل المدينة فزعين، فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم راجعا من جهة الصوت على فرس قطوف عري، يعني بغير ثلج، وقال لهم لن تراعوا لن تراعوا، يعني كان النبي أسبقهم لمكان الصوت الوحيد، أشجع الخلق صلى الله عليه وسلم. وكان الفرس قطوف، يعني ايه فرس قطوف؟ يعني فرس عارف فيه نوع انواع من الفرسان كده معيبه، اما يجي يمشي رجليه تلف حوالين بعضها، فده ما ينفعش تركبه ولا يمشي، يسموه فرس قطوف، يبقى معيوب كده، يخلوه هناك كده ياكلوه يشربوه، ياكلوه لحمه، او اذا كان انثى يعشروها عشان تولد، لكن ما يستعملوش في الركوب لانه متعب، رجليه تلف حوالين بعضها ما تعرفش تمشي، سموه فرس قطوف. النبي لما ركب الفرس القطوف ده ببركة لمس النبي جري، فكت رجليه. فبيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طمأنهم، قالوا وكيف وجدت الفرس يا رسول الله؟ قال وجدته بحرا، قال عليه بحر، يعني خطوته واسعة زي البحر. فالعرب تسمي أي حاجة واسعة تسميها بحر، خدت بالك؟ ففي القاموس، هو ما حدش القاموس اللي كان في إيده، اللي في إيد الشيخ إبراهيم البيجوري، كان الزبيدي عمل القاموس، الإمام الزبيدي ساعتها، والفيروز زبادي، بس كان في 1200 هجرية هو، واخد بالك؟ فيعني ممكن يبقى ده أو ده. ففي القاموس البحر الماء الكثير، وسمي بحرا لعمقه. لو العربي قال وجدت بحرا وسكت ينصرف ذهنك إلى الحقيقة، يبقى البحر اللي الناس بتعوم فيه واللي فيه المية واللي فيه السمك وكده، إنما ما يقول وجدت بحرا في المسجد ينصرف ذهنك من الحقيقة للمجاز على طول، فيبقى يعني وجدت عالما بقرينة الإضافة، يسموها قرينة الإضافة. بحرا في المسجد، أضفنا البحر للمسجد، وعمر ما المسجد في المية، يبقى أكيد يقصد بحر بالمعنى مش الحقيقي،
خدت بالك ازاي؟ يبقى متى تصرف المعنى من حقيقته الى مجازه؟ بقرينه، اما تكون هذه القرينه لغويه كالاضافه، او تكون هذه القرينه عقليه ان هو يستحيل ان يبقى كده، زي ما تقول مثلا انما الماء من الماء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سمى ده ماء وده ماء، انما الماء من الماء، يعني انما الغسل من المني، فهمت ازاي؟ فانصرف ذهنك الماء من معناه الحقيقي الى معناه الماء الدافق بقرينة ايه؟ بقرينة عقلية، لانه يستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الغسل من الغسل، يستحيل، والا يبقى ده كلام ما ينفعش، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيقول كلام كده وخلاص، النبي افصح العرب، فهمت؟ فيبقى في هناك قرينه خلتني افهم ان الماء الاولاني ده غير الماء الثاني ده، مع انه قال انما الماء من الماء. ليه؟ لانك عربي، العرب يفهم، ناس تفهمها وهي طايره على طول عربي، خدت بالك؟ احيانا تكون القرينه عرفيه بالعرف، يعني لما اقول مثلا انا هاكلك النهارده لحمه، فهمت ازاي؟ اقوم افهم ان انا لما اروح مش هلاقي سمك، صح؟ لان لحمه في العرف مش سمك، مع ان في اللغه السمك لحمه برضه، مش ربنا بيقول تستخرجون منه لحما طريا، فسمى السمك لحمه برضه، لكن العرف هنا كان قرينه مش اللغه، فهمت ازاي؟ فصرف معنى اللحمه من معناها الحقيقي اللي يشمل السمك الى غيره، لدرجة ان لو واحد حلف والله ما انا واكل لحمة لو اكل سمك لا يحنى، لو اكل سمك لا يحنى. ليه؟ لان خلينا المعنى هو المعنى العرفي هو اللي ماشي في المسألة. واحيانا تكون القرينة عقلية، لما نقول مثلا واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، العين بمعناها الحقيقي الجارحة المبصرة، مش كده برضه؟ وهذا عقلا محال في حق الله، لأن الله ليس كمثله شيء، لأن لو كان في العين بالمعنى الحقيقي وهي الجارحة لافتقر الله إلى الجارحة، والله لا يفتقر لشيء. يبقى لابد ان انا عندي معنى عقلي هنا اصرفها عن معناها الحقيقي اولا، وبعد كده طب اعمل ايه؟ امال يبقى معناها ايه؟ معناها معنى مجازي. ايه هو؟ السلف الصالح قال نفوضها الى الله، ما نقولش حاجه، فثم المفوضه، والخلف قالوا العين بمعنى الحفظ او بمعنى الرعايه او بمعنى العنايه، حتى انك انت كعربي لما واحد يقول لك خد بالك من الورق بتاعي تقول له ايه ده؟ في عيني، في عيني، يعني مش جوه عينك، يعني في حفظك، فهمت ازاي؟ فيبقى لما تيجي تسمع كلمة زي دي توحي بمعنى الحقيقي معناها مخالف للمراد بقرينة عقلية، وجب صرفها من معناها الحقيقي إلى معناها المجازي. هذا الصرف يسموه تأويل، فهمت ازاي؟ يسموه ايه؟ تأويل. وعلشان كده التأويل هو صرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، أو صرف المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح لقرينة. لما يبقى الكلمة لها معنيين، معنى راجح ومعنى مرجوح. المعنى الراجح يسموه الظاهر، والمعنى المرجوح يسموه ايه؟ التأويل. فمتى تترك اللفظ من معناه الظاهر إلى معناه التأويلي اللي هو المرجوح؟ بقرائن بقى، إما قرينة عقلية أو قرينة لغوية أو قرينة عرفية أو أي شيء من هذا. لما تبقى انت قاعد في المطبخ ويقول لك ناولني الدبوس، تدي له ورك الفرخ. لما تبقى قاعد عند الترزي ويقول لك ناولني الدبوس،
تديله الدبوسه البيسبول يجيب وماشي، وهي دي دبوس ودي دبوس، صح ولا لا؟ كلمه واحده لكن معناها يختلف باختلاف العرف والمكان. عشان كده العربي لازم لما يجي يسمع كلمه يشوف الكلمه دي طلعت من فم مين وفي اي عصر كانوا يفهموها، عشان تفهمها على معناها المراد. وعلشان كده القران قران عربي، فلازم تفهم محامل القران على لغه قريش. فهمت ازاي؟ فما تجيش بقى زي ما طلعت حكايه الموضه بتاعت ايه جرف انهار، يقول لك ده الحي اللي هناك كان اسمه جرف هار. لا والله ده مش قران، قران عربي. فهمت ازاي؟ دي حته اوامر ما ينفعناش الكلام ده. يقول لك وشوف والانترنت والناس تبعت ايميلز لبعضها والدنيا تتقلب، وهو ده مش قران، ويطلع في الاخر الحي ما اسموش كده كمان. كانت اشاعه، عشان الاول يقول لك يا شوف اسم الحي في القران، وبعد شويه يطلع الحي مش كده بقى القران غلط. شوف اللعبه. وعلشان كده لازم تفهم ان القران عربي فنفهمه بالعربي. نفهمه عشان كده العلماء وضعوا قواعد اللغه من اجل خدمه القران اساس، للمحافظه على قوالب معاني القران. مش يجي يحدث اللغه يقول لك انا هغير المعاني، انا هطلق اللفظ ده على معنى اخر غير المراد. طب ما دي لعبه كبيره عايزه تعزلنا عن القران وعن السنه. وعلشان كده لازم لما نفهم الحاجات دي نرجع للمعاني على اصلها. وسمي بحرا لعمقه واتساعه، وفي الحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحديث ده ضعيف للجماعه اياهم، اللي يقول لك حديث ضعيف لا يستدل به، الجماعه اياهم او الحديث ده ضعيف الاسناد. حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته ضعيف الاسناد، ولكن اتفق العلماء جميعا على الاستدلال به. يبقى مش كل ضعيف يعني ننكره، خد بالك مش كل ضعيف تنكره، قد يكون ضعيف الاسناد لكن اشتهر شهرة حلت محل اسناده، فاهتم الناس بشهرته ولم يهتموا باسانيده. فهمت ازاي؟ فلما تبحث عن اسناده تلاقيه ضعيف لكن مشهور، العلماء ما اهتمتش باسناده من شدة شهرته. فهمت ازاي؟ انت لو حد سألك ايه اسناد القرآن ما تعرفش. في أصح من القرآن على وجه الأرض؟ خبر؟ لا يوجد أصح خبر من القرآن. خدت بالك إزاي؟ باللفظ والحرف بل بالنبرة. مش منقول باللفظ والحرف بس، ده بالنبر. ده بمدة نطق الحرف. الشيخ يقول لك لا كده طولت شوية، كده مطيت شوية، كده ما تنفعش، كده لا دي خليها بين الكسرة وبين الفتحة عشان تبقى إيمان. مجريها. أوعى تقول مجراها، لا تبقى غلط يا عم الشيخ. يعني حتى بطريقة النطق، شوف قد إيه القرآن موثوق فيه وموثق بهذه الصورة، مفيش أدق من كده. طب هات لي إسناد القرآن، ما تعرفش. اكتفي بشهرته جيل عن جيل، تواتر جيل عن جيل. الأسانيد في القرآن أسانيد في إيه؟ في طرق الإلقاء والأداء بس، مش في القرآن نفسه، دي في طريقة الأداء. طريقة الأداء. لا لا كلها متواترة. حتى الكلمات المختلف فيها في القراء كلها متواترة. ما هو حد القرآن إيه هو؟ إيه هو اللي تقول عليه قرآن؟ كل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، هذه الثلاثة الأركان. أي كده سيدي محمد الجذري في طيبة النشر. ايه تعريف القرآن؟ اي كل ما وافق وجه نحو، يبقى لازم يوافق وجه نحو. فهمت ازاي؟ ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، مرة بالفتح ومرة بالضم، قراءتين يوافق وجه نحو صحيح، يبقى تنفع. يبقى لازم يوافق وجه نحو، وكان للرسم احتمالا يحوي، لازم يكون الرسم العثماني يعني يحتمله، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته. واخد بالك ازاي؟ نشرا بين يدي رحمته، ثلاث قراءات، بشرا ونشرا ونشرا.
تصور انت ان الرسم العثماني كان من غير نقط، تبقى الكلمة واحدة صح ولا لا؟ يبقى وكان للرسم احتمالا يحوي، تاني فرق، وصح اسنادا اي بالتواتر، ان الناس سمعوه كده من النبي وانتقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. فهذه الثلاثة الأركان، دي ثلاث أركان اللي بيها تقول ده قرآن. خدت بالك ازاي؟ طب هات بقى إسناد القرآن بالرجال، حدثني فلان عن فلان، ما تلاقيه. اكتفي بشهرته. وعلشان كده مش مطلق حديث ضعيف تقول ما خدش دي، لازم تبحث. تبحث تشوف العلماء قالوا ايه فيه. عارف حديث يا معاذ لما أرسله إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلي. مش حديث مشهور أهو؟ أهو ده ضعيف الإسناد، ولكن كل العلماء جابوه في باب القياس واستدلوا به في باب القياس في أصول الفقه. يبقى مش كل حاجة حديث تقول لي ضعيف معناه يجري منه، لا. يبقى الحديث الضعيف قد يشتهر بين العلماء لدرجة ان الفقهاء يتفقوا على الاخذ به، فكونهم اتفقوا على الاخذ بهذا الحديث ده يقويه. نقول لعل هناك اسانيد لم تصل الينا، وصلت اليهم ولم يدونوها اكتفاء بشهرته، بدليل استدلالهم به في كتبه. فهمت ازاي؟ قول على طول كده. والدليل هو اجماع العلماء على الاخذ به، اجماع العلماء على الاخذ به. مش تيجي زي الألباني في بعض كتبه يجيب أحاديث اشتهرت وأخذ بها العلماء ويحمد عصر ويضعف بعد ذلك آراء العلماء اللي نتجت عنه، ما ينفعش، لأن العلماء اللي استدلوا بها وأجمعوا عليها كانوا أقرب عصرا للعصر الأول، عصر الرواية، وانت نشأت في آخر إمتى؟ ليمتى؟ بينك وبينهم قرون عديدة. لما تيجي تبحث في مدون بس وتحكم على مدون بس، اللي في ايدك انت مش هو كل حاجة، ده في كتب كثيرة من الكتب دونت ولم تصل الينا، اما مخطوطات. عارف انت التتار لما دخلوا العراق عملوا كوبري من الكتب في نهر دجلة علشان الفرس يمشي عليه. يعني في كثير من المخطوطات لم تصل الينا، وكثير من العلوم اندثرت. فانت تيجي تدور على كم مرجع عندك ما تلاقوش عندك، يبقى الحديث ضعيف، تبقى انت مش فاهم ازاي الدين وصل لنا. خدت بالك؟ مش عايزين التسرع. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، اي الملح. وماء البحر، اي الملح اللي هو ايه؟ الشارح نفسه بيشرح يقول اي الملح، اي لانه المراد عند الاطلاق، لانه اذا اطلق البحر يراد البحر المالح. خدت بالك؟ اللي هو ماء مالح. ويقال المالح كما في قول الشاعر: ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. ده هذا البيت في الحقيقة لا ينطبق إلا على ريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيقوله مبالغة في الحبيبة المحبوبة، يعني ان يعني بتصور ولو تفلت في البحر والبحر مالح لاصبح ماء البحر من ريقها عذبا. والمبالغه عند الشعراء يعني جائزه، لان الشاعر يقول لك ما تاخدش على كلامه ده راجل مبالغ. واخد بالك ازاي؟ هو ممكن، وده ورد برضه في حق حور العين. وهنا جايب الشعر ده علشان كلمه مالح، ان العرب استعملت كلمه مالح مش ملح في اللغة عندهم، فيبقى لما يقول مالح تمشي برضه. ليه؟ لأن الإمام الشافعي استعمل كلمة مالح فعابوا عليه بعض الناس، قالوا لا ده ما يتقالش مالح ده يتقال ملح. والإمام الشافعي حجة في اللغة. الإمام الشافعي لوحده كده حجة في اللغة، زي ما هو حجة في الفقه حجة في اللغة. فمن اعترض على الشافعي في قوله المالح فقد أخطأ على أن كلام الشافعي حجة في اللغة. يعني المفروض ما كانش يعترض، لان الامام الشافعي حجه في اللغه. ولو اعترض طب اهو بيت شعر اهو متقال اهو عند العرب، فاستعملت كلمه مالح حتى قبل الامام الشافعي.
وكان البحر المحيط حلوا. دي بقى كلمات كده من الأثر، أثر عند العلماء لكن لا نعرف له سند. يقول وكان البحر المحيط حلوا، حلوا يعني عذبا، إلى أن قال الله تعالى للأرض ابلعي ماءك فتعاصى عن ابتلاع الأرض فصار ملحا. يعني لما عصى أمر ربه فما قدرش الأرض تبلعه فصار ملحا. يعني ودي آثار ممكن تقول عليها فلكلور، لكن مش شرط تقول عليها حقائق. يعني مش شرط كل حاجة تقراها يعني تبقى حقيقة تحلف يعني. أيوه لا ما بص بقى في الهامش تعرف في الشارح ولا ده، في الشارح هتلاقيه في الشارح. يعني في الهامش بتلاقي المصنف كلام المصنف حطه بين قوسين، وكلام الشارح حطه خارج القوسين، فده كلام الشارح. وماء النهر ده نمرة ثلاثة، يبقى ماء السماء أي ماء من السماء، الإضافة هنا بمعنى من. وماء البحر الإضافة هنا إضافة بيانية، وماء النهر الإضافة على معنى ماء في النهر، على معنى فيه ماء في النهر يعني اللي بيمشي في النهر. وماء النهر الإضافة على معنى فيه أي الماء الجاري في النهر أو النهر، بفتح الهاء وسكون الهاء الاثنين صح، بفتح الهاء وسكونها والأولى أفصح يعني فتح أفصح. وكان بينهما إيه نهر مش كده، وجعلنا بينهما نهرا وفجرنا خلالهما نهرا. فلما فصل تالوت بالجنود قال إن الله ابتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة بيده قراءة نافع، نافع يقراها غرفة، وحفص يقراها، وعاصم كله حفص وشعبة يقراها غرفة. كل ده جاء كل ما وافقنا وجاء نحوي وكان لنص احتمالا يحوى وصح اسنادا هو القرآن، هذه الثلاثة الأركان. وحيثما اختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، ده أدي بقية الشعر فيه. وحيثما اختل ركن من الثلاثة أثبت أن دي قراءة شاذة ولو كان في السبعة، حتى لو في السبعة. أيوة حتى لو في السبعة، طبعا هو ما فيش في السبعة قراءة شاذة، يعني بيقول لك حتى لو كان، بس أثبت أن اختل ركن، ما فيش اختل ركن. ايه لا لا ما هو ممكن الكسره، لا لا الكسره، الكسره اذا اشبعتها صارت ياء، وفي الاملاء لا تكتب توافق الاملاء، وفي ابراهام كمان، ده ابن عامر الشامي بيقرا ابراهام في عده مواضع، واخد بالك ازاي؟ ما هو تنفع، لا ما يخالفش الرسم ابدا، اصل اللغه احنا خد بالك الرسم العثماني يا استاذ، الرسم العثماني ما كانوش بيكتبوا الالف اللي في وسط الكلام، طبيعتهم كده ما يكتبوهاش. فما تكتب ابراهام تقراها ابراهام تمشي، تقراها ابراهيم تمشي على الرسم العثماني، لان اذا اشبعت كسره الهاء بقت ابراهيم، اذا اشبعت فتحه الهاء صارت ابراهام، لان هي العبره بالخط العثماني مش الخط بتاعك انت. احنا ملناش دعوه، ما اللي خدناها بالسماع ده ان في المواضع دي قالوها كده. ابن عامر الشامي ده اكبر القراء سنا. لا ما خالفش الرسم ابدا ابدا، مش مكتوبه ابراهام يا سيدي، معلش بكسر باشباع الكسره تقول ابراهيم، فهمت ازاي؟ والاضافه على معنى في اي الماء الجاري في النهر بفتح الهاء وسكونها والاولى افصح، وال فيه للجنس، يبقى ما يقول النهر النهر، الالف واللام دي عند العرب قد تكون للجنس وقد تكون للاطلاق للعموم يعني، او للاستغراق يسموها انها تستغرق كل الانواع، أو قد تكون للعهد. لما أقول لك إيه؟ النهر في مصر قد فاض، يبقى أما أقول النهر وفي مصر يبقى نهر النيل، مش أي نهر بقى، ما تقوليش المسيسيبي،
فهمت ازاي؟ احنا بنقول في مصر، يبقى الالف واللام هنا للعهد، اي النهر المعهود في مصر. واخد النهر في العراق، يبقى الدجله وفرات يمشي. يبقى الالف واللام قد تكون للعهد، وقد تكون للاستغراق، وقد تكون لمطلق الجنس، ان كل ما يطلق عليه نهر يبقى اسمه نهر. فهنا الالف واللام للجنس، فهو شامل للنيل والفرات ونحوهما، واصله من الجنه كما هو منصوص عليه، لان النيل والفرات لما سيدنا رسول الله شاف الايه سدره المنتهى وجد ان ينبع منها نهران ظاهران ونهران باطنان. نهران ظاهران يعني ايه؟ في الملك، ونهران باطنان يعني في الملكوت. الملك هو ما تراه، والملكوت ما غاب عنه في الحس. اما الظاهران فالنيل والفرات، فهما ينبعان من سدره المنتهى. الناس يقولوا ده الارض كده وهما في الارض، سدره المنتهى دي فين يا عم؟ ده في السماء السبع. ما انت ما تعرفش ان ميتهم دي جايه منين، ما يمكن ربك خلقها هناك. يعني وانت شايف كل المجاري، يعني يا مجاري في الدنيا. فانت يعني تسلم امرك لله، لما النبي يقول حاجه تقول لك حاضر، طالما النبي قال صلى الله عليه وسلم. هو مش معناه ان غاب عن الحس معناه غير موجود، يعني ليس كل ما غاب عن الحس هو غير موجود، بل قد يغيب عن الحس اشياء وتكون موجود يقينا. روحك بين جنبيك، انت شايفها؟ فبعد جنب واحد بيموت كده وروحه طلعت، شفت حاجه ولا تشوف حاجه؟ لكن حد ينكرها عشان مش قادر يشوفها. فليس كل ما غاب عن الحس غير موجود، فربنا خلق لك روحك بين جنبيك وانت مش شايفها، فعايز بقى تنكر اي حاجه تقول انا مش شايفها؟ ده انت مش شايف نفسك، هتشوف غيرك؟ انت مش شايف اللي ربنا مشوفه لك بس. واصله من الجنه كما هو منصوص عليه، فانه نزل من الجنه نيل مصر وسيحون نهر الهند وجيحون نهر بلخ. بلخ دي اللي هي عارف انت بغداد بيمشي فيها نهر دجله كده، بيقسمها نصين، كل ما كان شرق دجله يسموه بلخ، وكل ما كان شرق دجله يسموه بغداد. هناك كده، انا رحت بغداد اصلا قعدت فيها 3 ايام بس، فكان حتى سواقين التاكسي عاملين هناك كوبري كده على دجله، اول ما يعدي كده يقول لك احنا كده في بلخ، كده بقينا في بغداد. يعني هم حتى حافظينها، وان كان بقت كلها بغداد بعد الاتساع. فسيدي موسى الكاظم في بلخ، مدفون هناك في سيدي موسى الكاظم في بلخ، والسري الثقفي والامام الجنيد مدفونين في بلخ على الجنب الثاني من نهر دجله. وسيحون نهر الهند وجيحون نهر بلخ، وهما غير سيحان وجيحان على الراجح، خلافا لمن زعم ترادفهما، فسيحان نهر أرنة وجيحان نهر المصيصة ودجلة، دي بلاد بقى، ودجلة والفرات نهران بالعراق من أصل سدرة المنتهى. وذلك معنى قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر. فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج رفعت هذه الأنهار، وذلك معنى قوله تعالى: وإنا على ذهاب به لقادرون. وعشان كده من علامات خروج يأجوج ومأجوج وجود الجفاف في معظم هذه الأنهار، قيل إنه هيشربوها، وقيل إن هيقل الماء، ودلوقتي كل الناس بتعاني من التصحر، وقاعدين يتكلموا على قضية التصحر والحلو. أي الحلو، وماء النهر أي الحلو، إنما فسره بذلك لمقابلته بالملح في البحر المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق، ولو أبدله بالعذب لكان أولى. يعني كان بيقول المحشي بقى بيعدل على الشارح، يقول كان حقه يقول العذب بدل ما يقول الحلو. فهمت ازاي؟ لأن العذوبة طعم الماء، كذا قال المحشي. المحشي اللي هو مين؟ الشيخ البرمنه. ولعل مراده أن العذوبة طعم الماء الخاص به، وإلا فالحلاوة أيضا طعم الماء. ألا ترى أنهم يفسرون العذب بالحلو، لكنه غير مختص به، بل مشترك بينه وبين الأشياء الحلوة. يعني أنت ما تقول مية حلوة تقصد عذبة برضه، لكن كلمة حلو دي مشترك بين الحلو اللي هو العذب وبين الحلو اللي فيه سكر. فهو بيقول كان حقه يقول العذب عشان ما يقولهاش بمعنى مشترك بين الاثنين، يبقى معنى أدق يعني.
وماء البئر، الإضافة على معنى من، وماء من البئر أي الماء النابع منها. والبئر هو الثقب المستدير النازل في الأرض، سواء كان مطويا أو غير مطوي، سواء كان مطويا أو لا. المطوي اللي هو المبني، يعني المطوي اللي هو المبني، لأن البير ده عبارة عن حفرة في الأرض كده تلاقي فوقها مية، ده اسمه البير. لحد دلوقتي بنقول على التمرين البير. سمعت عن كتاب اسمه دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجماعة الوهابية ما بيحبوهوش، ما أعرفش ليه. لا إله إلا الله. ولو شافوه في جيبك وأنت داخل الحرم يمنعوك، ما أعرفش ليه، لأنهم لا يجيدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالصيغة الإبراهيمية فقط، لأن هي التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نهى عن غيره. هم فوق مخهم كده تقول لهم هو معلمنا دي ما نهاش عن غيره، ده علمنا دي كمثال لكن ما نهاش عن غيره، لكن هم مخهم كده تطلع وتنزل معاهم، مخهم راكب شمال في الحته دي. فكتاب شوارق دلائل الخيرات ده كتاب في صيغه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صيغ كثيره، جايب صيغه سيدنا علي بن ابي طالب، صيغه سيدنا عبد الله بن مسعود، مجمع بقى الصيغ اللي كانت الصحابه بتصلي على النبي بيها بغير اسانيد، وبعض الاولياء شاف صيغ في الرؤى، جاءه النبي في رؤيا قال له صيغه مثلا فكتبها، جمع ده كله وطلع كتاب جميل في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه سبب بقى تاليف الكتاب ده؟ اللي الفه سيدي محمد الجازولي الحسن، واخد بالك، ده مؤلفه، لدرجه ان الكتاب دلائل الخيرات الناس ما تعرفش مين مؤلفه. اشتهر الكتاب ومؤلفه اتنسى، حتى لدرجه ما يكتبوش تاليف مسلسلات. تشتري من السوق كتاب دلائل الخير، خلاص تأليف من حد، لكن هو تأليف سيدي محمد الجازولي الحسن، كان من علماء المغرب الكبار. عارف سبب تأليفه ايه؟ كان في الصحراء، الشيخ محمد الجازولي ده خرج مرة في الصحراء في البرية، وبعدين جاء وقت صلاة فعايز يتوضى، فلقى بئر. حلمة البئر دي اللي فكرتني بالقصه دي، يعني عشان اشرح لك ان البئر ده حاجه عميقه في اخرها ميه، بتحتاج جردل او دلو وحبل وشغلانه عشان تطلع الميه منه. فسيدي محمد الجازولي لقى قدامه البئر وعايز يتوضى، ويبص كده الميه عميقه، وهو ما كانش معاه لا جردل ولا دلو ولا حبل ولا حاجه خالص، وبعدين قاعد جنب البئر اتيمم في وجود الميه ولا اعمل ايه؟ قاعد يفكر، لسه قاعد ياخد ويدي مع نفسه، بس الميه هي وانا مش طايلها، طب انا اعمل ايه؟ قاعد يتكلم في نفسه، بص لقى بنت بترعى غنم، قالت له انت قلقان في ايه يا عم الشيخ؟ قال لها انا عايز اتوضى ومش لاقي، مش عارف اطلع الميه. فراحت البنت تفلت في الميه، تفلت كده، فبص لقى الميه عليت لحد ما الشيخ طالها بيه، فتوضى. قال لها بما وصلت لهذا؟ قالت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بكثرة الصلاة على النبي. فقالت له انت مين؟ قال لها انا الشيخ محمد الجازولي. قالت له انا اسمع عنك كثير. بقى دي غابت عليك وانت عالم كبير، فانت ما تعرفش الحكايه البسيطه دي اللي هي بنت في الصحراء قاعده بترعى غنم عارفاها وانت مش عارفها، علامه كبير. فحس ان هو اتبكت، فقال والله لما ارجع لم الف كتاب في الصلاه على النبي، وراح مألف كتاب بقى دلائل الخيرات. ده سبب تأليف كتاب دلائل الخير. وماء البئر الإضافة على معنى من، أي الماء النابع منها. والبئر هو الثقب المستدير النازل في الأرض، سواء كان مطويا يعني حرف مبني أو لا. فالمطوي هو المبني، وغير المطوي غير المبني، ويقال له ثمد بالمثلث، ومنها ثمود. ثمود برضه لان كانوا عندهم بئر حوالين بير في ميه قليله، والماء القليل في البئر يسموه ايه؟ ثمود. فسميت باسم الماء القليل والبئر اللي عندهم. ويقال له ثمد بالمثلثه، والف البئر للجنس، فيشمل كل بئر وان كره استعمال مائها.
وإن كره استعمال مائها كأبيار أرض ثمود، يكره استعمال مياه الأراضي اللي ربنا غضب على أهلها، لأن ربنا بيقول فأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. وعشان كده الواحد يسمع عن لعنة الفراعنة يقول احنا عايزين ندور على سبب لعنة الفراعنة. ولعنة الفراعنة، لعنة الفراعنة سببها ان ربنا قال واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، فاللي بيخش جوه بيصيبه اللعنة، لان ربنا قال اتبع، يعني اللعنة مستمرة معاهم طول الدنيا. فاللي بيخش في اراضيهم والاماكن اللي كانوا فيها والمغارات اللي كانوا حافرينها تبص تلاقي يصاب بامراض غريبة وحاجات غريبة، يقعدوا يحللوا ويعملوا ويدوروا ما يلاقوش حاجة، ويلاقي الراجل مات او اتدهور او اتكسر او جراله مصيبه سودة اي حاجه. كل مكتشفين الاثار حصلت لهم الحكايه دي، لدرجه يقعدوا يصنفوا في تصنيفات ايه اسباب لعنه الفراعنه، اللي هي اشعاعات علشان الاماكن دي ما حدش دخلها، ليه ميكروبات غير معلومه، هل هي مواد سامه كانت في الجو فتنفسوها، وقاعدين يدوروا. الحكايه سهله، ربنا حلها في سوره الاسراء في سوره القصص، فاتبعناهم في هذه الدنيا لعنه، واخد بالك؟ فخلاص هو ربنا اتبعهم ده. عشان كده سيدنا رسول الله محافظة على امته قال لنا ما تستعملوش مياه ايه الاقوام اللي ربنا غضب عليهم دي على سبيل الكراهة، يعني لو ما وجدتش غيرها استعملها بقى ما تتيممش، فهمت ازاي؟ لانها مية برضه، لكن لو وجدت غيرها ما تستعملهاش بقى علشان تبقى فيها مشكلة. وإن كره استعمال مائها كأبيار أرض ثمود فإنه يكره استعمال مائها لأنه مغضوب على أهلها. إلا بئر الناقة، لو إحنا عرفنا إن البئر اللي كانت بتشرب منه الناقة ناقة سيدنا صالح ما يجراش حاجة، فلا كراهة في استعمال مائه. وكذلك مياه مدن قوم لوط وبابل وبرهوت التي باليمن وبئر ذروان التي سحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي أبيار يكره استعمال مياه. ومثل المياه التراب في التيمم كذلك، حتى التراب بلادهم دي ما تتيممش بيه، يكره استعمال. شوف قد ايه النبي عايز يحافظ عليك صلى الله عليه وسلم، لحسن يصيبك حاجه كده ولا كده. فما فيش داعي يعني تخش الهرم وتقعد، خلي السياح يخشوا، انما انت ما تخش، حرام عليك يجرى لك حاجه، هم يجرى لهم حاجه ما يجراش حاجه. ايوه هم مهابيل اتهبلوا بالاثار، فهمش كيف. ايوه الحديث في البخاري يا أستاذ إبراهيم، الحديث في البخاري يا أستاذ إبراهيم. ويجوز في حقهم كل عرض كخفيف المرض، مش احنا قايلين في الأنبياء؟ لازم تعرف في الأنبياء في علم العقائد 9 حاجات في الأنبياء، 4 واجبة و4 محالة و1 ممكن، ادي 9 حاجات لازم تعرفهم في الأنبياء، واخد بالك ازاي؟ الأربعة الواجبة في حق الأنبياء الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة. لازم أي نبي يكون صادق فطن مبلغ أمين، أدي 4 حاجات واجبة في حق الأنبياء مستحيل تبقى غير موجودة فيه، الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة. ويستحيل في حقهم ضدها، ضد الصدق الكذب، يبقى يستحيل في حقهم الكذب، والفطانة عكسها الغباء، يستحيل ان يبقى في نبي غبي، والتبليغ يستحيل ان في نبي كتم الرسالة او خان، وعكس الامانة الخيانة. يبقى ضد الاربعة دول مستحيلة في حق الانبياء، انك انت تظن انها موجودة، ويتبقى واحدة بس ممكنة في حقهم، واخد بالك ازاي؟ ويمكن في حقهم، ممكن يعني ممكن تبقى موجودة وممكن مش موجودة، كل عرض كخفيف المرض، يعني ممكن في حق الأنبياء انهم يجوعوا ويعطشوا ويتعبوا ويناموا ويمرضوا ويموتوا ويتزوجوا وينجبوا ويتعوروا ويخروا دم ويقول اي، كل ده جاهز مفيش حاجة، كل ده ممكن. ويجوز في حقهم كل عرض كخفيف المرض، شايف كلام الشيخ ده في عقيدة العوام، عارف عقيدة العوام؟ عقيدة العوام دي شعر كده مسمينا عقيدة العوام. فبيقول ويجوز في حقهم كل عرض كخفيف المرض، ليه خفيف المرض؟
علشان لا يجوز في حق الأنبياء إن هم يمرضوا بأمراض تكون شديدة تمنعهم من أداء ما حملوا من تكاليف، لأن ربنا أصلا حملهم إنهم يكلفوا يعلمونا، فيستحيل إن يعجزهم بمرض يمنعهم من الحركة. شال المثل، مفيش نبي يتشال، فهمت إزاي؟ مفيش نبي مثلا يجيله جذام ويتساقط أعضاءه، مفيش نبي مثلا يصاب بمرض مشوه يشوهه، بل كل الأنبياء فيهم وجاهة، وتلاقيهم من أجمل أهل عصره من حيث الصورة، واخد بالك؟ ما هو سيدنا أيوب كل اللي قالوا عليه دي كلها دي إسرائيليات، كل دي إسرائيليات قالوا عليه الدود بينزل منه والصديد والقيح وامرأته ونعسة راحت باعت دفرتها، كل دي قصص ألف ليلة وليلة مستحيلة في حق الأنبياء، يستحيل في حقهم كل ويجوز في حقهم كل معرض كخفيف، كل عرض كخفيف المعرض، افهم. لكن اليهود يجيزوا في حق الأنبياء أي حاجة، ده يجيزوا إن النبي يفعل الكبيرة ويزني ويشرب الخمر. اليهود عندهم الأنبياء مش معصومين، فهمت ازاي؟ اليهود كده، والنصارى مشي وراهم ضالين، تقول على الضلالية مشي ورا المغضوب عليه، هتعمل ايه؟ لكن الحمد لله احنا ربنا هدانا للصراط المستقيم. سيدنا ايوب ده ايوب اللي جابوه في المسلسل غير سيدنا ايوب اللي في القران. خد بالك، اللي جابوه في المسلسل ده ايوب من وجهه نظر اليهود. فهمت ازاي؟ لا من وجهه نظر المسلمين. سيدنا ايوب نبي صالح من الانبياء الكبار، ربنا ابتلاه بامراض كثيره ولكنها غير منفره وغير معديه. يستحيل أن يمرض النبي بمرض معدي، لأن المرض المعدي يستتبع أن الناس تنضر بالاحتكاك به. والنبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء ربنا بعثهم عشان يحتكوا بالناس، فإزاي يمرضهم بأمراض تعدي الناس؟ فيستحيل أن يبقى عندهم مرض معدي، فلا يمرضوا بأمراض وبائية ولا أمراض معدية، كل أمراضهم تكون أمراض فيهم وكل حاجة علشان تتأسى الأمة بهم في مرضهم. فلما تلاقي النبي كده بيمرض ويقول أي ويجي له مغص ويجي له صداع ويتعب، وبعدين أنت يجي لك الشغلانة دي تقول الحمد لله أنا أصبر زي ما صبروا الأنبياء، واخد بالك إزاي؟ فيبقى لك فيهم أسرة. أيوه يا سيدي، ما هو مغتسل يعني معناه عنده مرض جلدي يعني جرب يعني، ربنا شفاه بالماء، بماء مبارك. كان عنده مرض ما من الأمراض التي كانت تؤلمه في جسده، كويس، دون أن يظهر على بشرته شيء، لأن الأنبياء كده منزهين، لا يعف عليهم دبان ولا يقرصهم برغوث ولا يأملوا، الأنبياء كده معصومين من الحاجات الخزورات دي كلها، حتى لو مستحموش، ورائحتهم تلاقيها طيبة، إلا نبينا رائحته كانت أطيب من المسك، لكن بقية الأنبياء رائحتهم طيبة، إلا نبينا كان أطيب من المسك بقى، مش طيبة وبس، كانوا يطيبوا بعرقه المسك صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء كده. كون سيدنا أيوب بيقول إيه؟ أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إذا كان الشيطان قال على العباد المعتدين مش الأنبياء إن عبادك ليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ربنا قايل ولا الشيطان كده؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، دول العباد المعتدين، فما بالك بالأنبياء؟ يبقى من باب أولى. أمال إيه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب؟ هو الشيطان دي سلطان على سيدنا أيوب؟ إذا كان مالوش سلطان على عباد الله الأولياء فما بالك بالأنبياء؟ فلازم تفهم. نفهم نقول إيه؟ ما هو اليهود بيدخلوا في الحاجات دي، اصل خد بالك ان في يهود اسلموا وجم في الاسلام بعلمهم القديم، فادخلوا معلوماتهم القديمه في وسط ايه؟ الايات دي تفسيرا، فدخلت الاسرائيليات من الجهه دي. الاسرائيليات دي دخلت من الجهه دي، من جهه علماء اليهود اللي اسلموا. خدت بالك؟ لكن ايه نظره اهل السنه في اني مسني الشيطان بنصب وعذاب؟
انت بتتكلم على انه ممكن يمرض. لا، ان هو كان بيستخدم، شفت سيدنا ايوب لما مرض مرض شديد وضاع منه امواله واهله، ابتدت الناس تتشكك في نبوته. الشيطان راح لهم قال لهم لو نبي كان يجراله اللي جراله ده اكيد بيتأول عليكم. فابتدت الناس تكذب نبوته، فلما وجد الناس بتنفض وتكذب نبوته قال اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فالنصب الذي اصابه هو تكذيب الناس لنبوته بسبب شدة بلائه، فلم يشتكي البلاء ولكن خوفا على الناس من تكذيب نبوته فيكفره، فدعا الله. وعشان كده ربنا ضرب لها به المثل في الصبر. هو ما دعاش ان المرض يروح، هو راضي بقدر الله. طول ما قدر الله معاه كان راضي. اول ما لقى الناس هتنفض وتكذب نبوته بسبب ان الشيطان يعز ليهم يقول لهم كده، يقول لهم ده لو كان نبي ما كانش جرى له كده، ده لو كان نبي بقى شوف ده انتوا هو مش انبياء وعندكم كده. فابتدت الناس تنفض عنه. فلما لقى المساله كده قال اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يبقى الشيطان مش مسه هو، مس اتباعه، واللي يمس اتباعه يمس النبي لان النبي بيشعر باتباعه. فهمت المساله بقى؟ لكن الشيطان ليس له سلطان على قلب اي نبي ولا على قلب اي ولي. اذا كان الولي كده في النبي اعلى، لان منتهى الولي بدايه النبي، ومنتهى النبي بدايه الرسول، ومنتهى الرسول بدايه اولي العزم، ومنتهى اولي العزم بدايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ماشيه كده. وبئر ذروان التي سحر فيها النبي. عشان كده يا استاذ ابراهيم سحر النبي من باب المرض المعتاد، ويجوز على النبي كل عرض كخفيف المرض. فسحر النبي فاثر في جسده تاثير المرض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بعدم الخفه المعتاده في قيام الليل وبثقل في جسمه، وكان احيانا يشعر انه قد اتى اهله ولم ياتهم. كل ده اللي شعر به النبي بس، فالحكايه لم تتناول عقله الشريف ولا قلبه المنتبه باستمرار مع الله، ولكن تناولت الجسد الشريف. زي ما يتناول الزكام جسدك، يجي لك شويه زكام جسمك يكسر، عضلاتك تكسر، مفاصلك تتكسر، تلاقي نفسك ساعات نومك زادت، لكن انت زي ما انت من جواك كذلك. فسحر النبي الذي سحر به اثر على النبي كتاثير المرض، فهو كان كخفيف العرض بس. ادي المساله، فمش مستحيله يعني. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. مش النبي مرض، السحر مرض برضه من الامراض، بس امراض سببها غير ميكروبي، يعني الاطباء لسه ما اكتشفوش ايه سببها. قد يكون بتغيير مثلا الموجات الكهرومغناطيسيه المنبعثه من كل جسم، يغير موجاتها فيقوم الانسان يعيا، قد يكون ذلك. وعشان كده العين بتاثر، عين الحاسب، لان العين بيخرج منها موجات، واخد بالك؟ فقد تؤثر هذه الموجات، تكون قويه فتؤثر على موجات المرئي فتؤثر فيه، مش تؤثر بذاتها. بالله الفاعل هو الله. وبئر ذروان التي سحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل المياه التراب في التيمم. يعني اذا كان ترابها ماء مكروه يبقى ترابها مكروه كمان. احنا بدأنا الساعة كام؟ خلاص نقعد من 8 ونص. ساعة، هي ساعة. وكل ما يتعلق ببلادهم. يبقى احنا علشان كده العجيبة ان فضلت اثار قدماء المصريين تحت رجلين المسلمين ولا حد ينتبه ليه، لحد ما جت الحملة الفرنسية سنة 1796، يعني من حاجة بسيطة. هم بقى جايين بعلماء ومش عارف ايه، مبهورين بالاثار وقاعدين ينقبوا، يا دوب المسلمين التفتوا ليها لما لفتوا هم انتبهوا. لكن انت تروح مثلا لمسجد سيدي الاقصري في الاقصر، ابو الحجاج الاقصري،
تجد انه مبني في معبد، معبد فرعوني. أعمدة المعبد الفرعوني أعمدة المسجد، تصور دي. يعني كانوا المسلمين يروحوا أي حتة يعملوها مسجد ولا يبصوا ينبهروا ولا بتاع، هم أصلا مش منبهرين بفعل الخلق، هم منبهرين بفعل الخالق. هذه المسألة. فطول عمر المسلمين كانوا كده لحد ما جت الحملة الفرنسية، لفتت انتباه الناس للآثار، وبالتالي انا بقى نخش في موال الاثار والحاجات اللي اياها دي، والناس تقعد تنقب وتدور وتحفر وتعمل وتسرق وتبيع وتهرب، ودخلنا في الموال الكبير اللي احنا ايه شغالين فيه ده. كل ده علشان يفتنونا عما هو اهم، كل ده يفتنونا عما هو اهم. لكن انت عندك مثلا، طب ما في مساجد اثريه في الهند فجروها، ما زعلوش يعني. لكن طب انت فجر كده حاجة فرعونية، يا الدنيا تتقلب عليك. لكن لما تبقى حاجة اثرية واسلامية ما تضايقهمش، مش مهم تروح في ده، عندهم كده. فهم عايزين يحيوا كل ما هو ليس اسلام في نفوس المسلمين، عشان يعملوا النعرات، مصر للمصريين، تركيا للاتراك، الجزائر للجزائريين، ليبيا للليبيين، مش عارف ايه كده. انما المسألة مش كده، الاسلام مش كده خالص. الاسلام ما يعرفش لا عربي ولا تركي ولا اجنبي، يعرف مسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسمع والطاعه، ولو لي عليكم عبد حبشي راسه كزبيبه. مش هي ده الاسلام؟ انما اول ما ابتدوا عايزين يقضوا على الخلافه، عملوا حزب اسمه تركيا الفتاه، تركيا، ويتزعموا كمال اتاتورك، تركيا الفتاه، عشان تبقى تركيا للاتراك. وبعدين بدات بعد كده الحزب يطلع احزاب في كل بلاد المسلمين بقى، حزب وفد وحزب وطني وحزب مش عارف ايه وحزب ايه وحزب ايه وحزب ايه في كل بلاد العالم. كل ده نشا بعد الثوره الايه الفرنسيه، والثوره الفرنسيه نشات بعد الميكافيليه الاوروبيه اللي هي الغايه تبرر الوسيله. شغلانه طويله، مش عايزين نخرج عن الموضوع، خلينا هنا. ومثل المياه التراب في التيمم وكل ما يتعلق ببلادهم. وأما بئر زمزم فالمعتمد أنه لا يكره استعمال مائها ولو في إزالة النجاسة، لكنه خلاف الأولى، لأن ماء زمزم ماء شريف، ما يليقش أن نغسل بيه البول والبراز يعني، أبقى أغسله بحاجة تانية. لكن ما فيش غيره، ما يجراش حاجة استعمله، لكن مكروه في إزالة النجاسة لأنه ماء مكرر. فالمعتمد انه لا يكره استعمال ماء ولو في ازاله النجاسه، لكنه خلاف الاول. ده المعتمد عندنا. وفي راي مقابل لي انه مكروه استعمالها في ازاله النجاسه، وفي قول يقول لك مكروه استعمالها الا في الشرب بس. في الشرب بس، انما حتى في الوضوء خساره تستعملها في الوضوء. لان الوضوء ممكن تتوضا بحاجه ثانيه، وخليها دي للشرب. انها مباركه، انها طعام طعم صلى الله عليه وسلم. وماء زمزم لما شرب له. ولكن هي آية من الآيات، ماء زمزم متفجر من أيام سيدنا إسماعيل إلى يومنا هذا، إلى أن يشاء الله ولا يجف، وكلما ازداد شرب الناس منه كلما ازداد ماء. حاجة غريبة أوي، ما لفتتش انتباههم الآية دي. في بئر كده ينبع ماء ويتخذ منه بإسراف وببذخ ليل نهار من ساعة سيدنا إسماعيل ليومنا هذا، في أي حتة في على بقعة الأرض. فيه آيات بينة، أهي آية من الآيات. والرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله زمزم هاجر، لو لم تقل زمي زمي لكانت نهرا إلى الشام. ده كانت لو سابتها كانت تفضل تنبع 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 وتجري على ظهر الأرض كده، تبقى نهر للشام. لكن السيدة هاجر ما كانتش تعرف إنها مية كتيرة كده، خايفه لحسن يكون حب، فقعدت تقول زمي 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 زمي، والضم حواليه، الضم حواليه عايزه تحافظ عليه. وقدر الله اجرى على لسانها، لان ربنا اراد انها تكون ايه مغموره. وجزم بعضهم بحرمته، وجزم بعضهم بحرمته ضعيف بل شاذ، بحرمه استعمال ماء زمزم يعني في ازاله النجاسه. بعض العلماء قالوا بحرمته جزما، وهذا ضعيف بل شاذ. ومثل ماء زمزم الماء النابع من بين اصابعه صلى الله عليه واله وسلم، فاستعماله في ازاله النجاسه خلاف الاولى، لانه ده بقى مكرم برضه، خرج من بين الاصابع الشريفه.
بل قال بعضهم ينبغي أن يقال بالكراهة فيه لشرفه. أشرف المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر، ثم نيل مصر فسائر الأنهر. يبقى أشرف المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع. اعرف معجزات نبيك، أحسن في ناس مش عارفة معجزات نبينا، تيجي تسأله ايه معجزات نبينا يا ابني يقعد يفكر. طب ايه معجزات سيدنا عيسى؟ يقول لك روح الموت. ايه معجزات سيدنا موسى؟ يقول لك العصر. طب ايه معجزات نبيك يا ابني؟ يقعد يفكر، اصله مش حافظ القرآن. ولو حافظ القرآن يقول لك المعجزة النبي القرآن. طب تعرف انت وجوه اعجاز القرآن عشان تبقى عارف معجزة النبي في القرآن؟ ما يعرفش معجزة القرآن ولا يعرف اعجاز القرآن، فكأنه ما يعرفش للنبي معجزة. مصيبة انك ما تعرفش لنبيك معجزة، ونبينا له معجزات غريبة تفرد بها بين سائر الانبياء. ما فيش حد من الانبياء معجزته خرجت عن حد الكرة الارضية. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من معجزاته أنه أشار للقمر فانفلق للفجر بإشارة يده الشريف، اقتربت الساعة وانشق القمر بإشارته الشريف. لم يحدث ذلك لأي نبي، بل غابت الشمس، تأخرت الشمس عن مغيبها من أجل أن يدرك النبي صلاة العصر في خيبر. لما انشغل عن صلاة العصر تأخرت حتى أدرك النبي العصر، كما حدث لسيدنا يوشع النبي. سيدنا يوشع النبي برضه في فتح القدس ربنا أخر له الشمس. فكل ما حدث لنبي قبل نبينا حدث مثله لنبينا وفاقهم صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى نبع الماء في الأرض بضرب العصا، ووقف الماء أيضا بضرب العصا. عصا غريبة، وتوقف المية تيبسها وتضرب في الأرض تبلها، تيبس أرض وتبل أرض، حاجات غريبة، عصا عجيب. نبينا صلى الله عليه وسلم حدث له مثل ذلك بل أقوى من ذلك، نبع الماء من بين الأصابع، وخروج الماء من بين الحجر معتاد، أما خروج الماء من بين الأصابع البشرية وبين اللحم والدم ده غير معتاد، ده معجزة أشد، وحدثت في أكثر من 1000 موضع، مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، قالوا حدثت في أكثر من 1000 موضع. معجزات نبية كثيرة. والقرآن، القرآن معجزة كبيرة مش معجزة واحدة. أقل إعجاز في القرآن 3 آيات، أقل ما يعجز الخلائق في القرآن هو 3 آيات، لأن ربنا تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، وأقل سورة أو أكثر سورة على الإطلاق 3 آيات. يبقى تم الإعجاز والتعجيز ب3 آيات. القرآن 6430 آية، 6430 آية، 33 34 حسب القراء بقى، لأن في بعض القراء، لكن قول 6430 آية، اقسمها على 3 عشان تشوف كم معجزة القرآن ده لوحده، كم معجزة. يطلع القرآن لوحده حوالي 2000 معجزة وشوية. ده القرآن مش معجزة واحدة، ده 2000 معجزة وشوية، لأن كل 3 آيات لوحدهم معجزة، كل 3 آيات لوحدهم معجزة، كل 3 آيات لوحدهم معجزة، طول ما أنت ماشي. شفت بقى معجزات نبية كتيرة إزاي؟ ولسه إحنا ممكن نقعد كده لحد بكرة وما نخلص. وكل كرامة تحدث لولي هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ليوم القيامة، فمعجزات نبينا لا تتناهى، مستمرة ليوم القيامة. ما حدش تحصل له كرامة لولي إلا دليل لتبقى معجزة للنبي، فمعجزات النبي متكررة ومستمرة. وكل معجزة للنبياء السابقين جاءت لصدق دعوتهم وتبليغهم عنه صلى الله عليه وسلم، فصارت معجزة للنبي. وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر او غرفا من الديم. عايز ايه ولا ايه؟ ده معجزات كتير قوي. خلينا فائدة. نعم.
مش بيتكلم على انواع المياه يا استاذ؟ طيب بس ايام الصحابه حصلت، فهل يجوز الصحابه تتوضا بيها ولا لا؟ افرض يا اخي انت شفت النبي في الرؤيا ومدلك ايده كده ونبع الماء وقمت تشرب لقيت بقيه الميه على بقك، ايه رايك بقى تعمل ايه؟ ليه؟ سيدنا الامام ابو زرعه كان بيزور سيدنا رسول الله في مسجده الشريف بعد وفاته بسنوات طويله، يعني حوالي 200-300 سنه كده، انا مش فاكر ابو زرعه ده في القرن الكامل، المهم يعني متاخر. فجاع جوع شديد فقال انا ضيفك يا رسول الله، فنام فشاف في المنام ان سيدنا رسول الله اداله رغيف، كان نصه في المنام واملأ النص الثاني في المنام. ايه رايك بقى؟ وكتبوها على سيدنا ابو زرعه. ايه المشكله يعني؟ انت زعلان ليه؟ مش العالم احنا ما نفرش عن لم ننفي عنه العلم. لا ما حدش بيشتم، احنا عندنا مؤدبين، المسلمين مؤدبين، احنا بنقول رحمه الله. لا اللي بيلعن يبقى خلاص هينزع منه نور العلم، خد بالك اللي يلعن ويشتم يا جماعه بينزع منه نور العلم. انت تختلف مهما تختلف لكن تحترم العلماء، واخد بالك ازاي؟ بس لكن انا بقول لك الحاجه اللي هي ايه كان اعتقادها. امال حديث الجاريه تقول فيه ايه؟ لما اشارت الى السماء، والحديث صحيح. احنا عندنا مذهب اهل السنه يعني، لان هم خالفوا اهل السنه في هذا وادعوا انهم اهل سنه، بس دي مغالطه، هم خالفوا اهل السنه في هذه المساله. اهل السنه عندهم ان كل ظرف سواء مكان او زمان اذا نسب الى الله انتفى منه المعنى المكاني والزماني، لان المكان والزمان مخلوقان. اما تقول كان الله غفورا رحيما، كان دي فعل ماضي، وارتبطت بالله يبقى فقدت معناها الزماني، فتقول كان وما زال. صح ولا لا؟ يبقى اي ظرف مكاني او زماني اذا نسب الى الله فقد منه معناه المكاني والزماني، حيث ان الله كان قبل خلق المكان والزمان. كويس؟ طيب لما تيجي النبي صلى الله عليه وسلم يسالها اين الله فاشارت الى السماء، الاشاره الى جهه هي ايضا مكان، فلا يجب ان انا افرغها من معناها المكاني فتكون الاشاره جهه التنزيه، الاشاره للتنزيه لا للجهه، اشارت الى جهه التنزيه. فهمت ازاي؟ فالنبي اقر ايمانها لانها نزهت، لأن الإشارة تحتمل معنيان، إشارة إلى الجهة والجهة محالة في حق الله بالقرينة العقلية، والإشارة تقتضي معنى آخر التنزيه. فليه أحمل أنا الإشارة على الجهة؟ أحملها على التنزيه أحلى، صح؟ فحملها علماء أهل السنة كلهم على التنزيه إلى أن جاء ابن تيمية ومن وافقه حملوها على الجهة، على اعتقاد عندهم بعد قاعدة قعدها أنه لا مجاز في القرآن والسنة، بل كل الأمور على حقيقته. فلما قعد هذه القاعدة جعل كل شيء على حقيقته. فهمت ازاي؟ فوقعوا في ايه؟ في الخلاف في النقطة دي. وعلشان كده لا 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 اللغة فيها مجاز طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم استعملها. احنا مالنا بالخلاف ده؟ خلاف ده خلاف مش في العقائد. اسمعني بس، هم قالوا ان المجاز قد يكون في الاحكام لكن مش في ايات الصفات. ادي الخلاف اللي عمله ابن تيميه. انما اللغويين لما اختلفوا في المجاز، مثلا محل الخلاف انت مش واخد بالك منه. محل الخلاف عند اللغويين في اللغه مطلقا. ابن تيميه لا. قال المجاز ما يبقاش في ايات الصفات، بل تصرف على الحقيقه. اللي دعا الى كده قال ان محال ان ربنا يكلمنا باشياء لا نفهم، ويصف نفسه باشياء لا نفهم. مبني على هذا الاعتقاد عنده. فبناء على هذا قال يبقى ما فيش مجال. ازاي يكلمنا بالمحكم في المتشابه في الاستنجاء، ولا يكلمنا ويكلمنا بالمتشابه في الصفات؟ مستحيل. ده رايه كده، استحاله عقليه عندهم.
واخد بالك ازاي؟ فانكر المجاز. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بالمجاز. خلاص الشناقطة متأثرين بابن تيمية. طب ما ابن القيم متأثر بابن تيمية في هذه المسألة وصار خلفه، ابن كثير صاحب التفسير تأثر بابن تيمية في هذه المسألة وصار خلفه، لدرجة انه قال في تفسيره وهو الذي في السماء إله وقف لازم، عشان ما تقولش هو في الأرض إله. ايه رأيك؟ ابن كثير قايل كده في التفسير، عايز ايه بقى تاني؟ لأنه تأثر بشيخ ابن تيمية، هو عايز يقول ربنا في السماء. فهمت ازاي؟ اه هو عايز يقول كده. هو عايز يخليه في السماء ذاتا. ايوه خلاص ما ترد عليه بقى، قل له وهو معكم اينما كنتم. طب ما ترد عليه بقى، مش ترد علي انا، رد عليه هو، يعني روح رد عليهم هم. لكن احنا بنقول لك ان كلمة في او على دي اظرف. وماذا نرحم ناس الارض؟ يعني نرحم الجبال ولا نرحم ناس الارض؟ ما فوق الأرض، هو فوق السماء. ما هو من في السماء؟ لا الحديث. طيب أنت هتقول فوق السماء، الفوقية دي أنا موافق عليها، بس على أن تكون فوقية لا مكانة، فوقية مكانة لا فوقية مكان. ساعتها نتفق. يعني الفوقية ثابتة. الفوقية ثابتة كمعنى. لكن هل المعنى مكاني ولا مكانة؟ بس. إحنا نقول مكانة. مش مكان، لأن الله حيث كان كما هو قبل خلق المكان. هذه المسألة بس، هم قالوا بقى فوقية مكان. هذه النقطة اللي قاعدين نعيد ونزيد فيها. عايز تلقطها لقطها، مش عايز تلقطها سيبنا نروح. فهمت ازاي؟ فالحكاية كده، إن أي ظرف لازم سيدنا علي بن أبي طالب بيقول إيه؟ لا يقال متى كان ولا أين كان ولا على شيء ولا في شيء ولا تحت شيء. سيدنا علي قال كده، سيدنا علي بن أبي طالب. هترد على سيدنا علي؟ لو قلنا ابن تيمية يسكتوا، لو قلنا سيدنا علي يردوا عليه. الله يا ابني، ليه سيدنا علي بيقول كده؟ بيقول لا يقال أين لأنه كان قبل خلق الزمان، أي قبل خلق المكان، ولا يقال متى لأنه كان قبل خلق الزمان، ولا يقال على شيء لأنه لو كان على شيء كان محمولا، ولا يقال فوق شيء تحت شيء لأنه لو كان تحت شيء كان مقهورا، ولا يقال في شيء لأنه لو كان في شيء كان محصورا. ده كلام سيدنا علي، كلام واضح حتى العوام البسيطة تفهمه. لكن انت عقدت نفسك بالكلام اللي لخبطوك دي، مسيرك تستنجى منه. استنجى منه. احنا في باب ازالة النجاسة، لان دي معاني فيها نجاسة. ليه؟ لانها تؤدي الى التكثير. ما هي دي الشبهة بتاعة التكثير؟ دي معاني تؤدي، ما هي دي الشبهة التوحيد. واخد بالك ازاي؟ تقول ايه؟ واخرجني من ظلماتي ايه؟ شبه الترديد في التوحيد. فهمت ازاي؟ لان التوحيد فيه شبهة وقع فيها ناس كتير تؤدي الى التكسيم والتعطيل وغير ذلك. لكن المسلمين لا يجسمون ولا يعطلون، المسلمين محترمين فاهمين، لان قرآن عربي يفهموا امتى يحملوها على المجاز، امتى يحملوها على الحقيقة، امتى بقراءة عقلية، بقراءة نقلية، بقراءة سمعية، وهكذا. ادي كل الحكاية، حكاية سهلة. انت لو رجعت نفسك كده بينك وبين نفسك ونسيت الكلام الكتير اللي ترتب في مخك من قراية الكلام بتاعهم، هتلاقي الحكاية سهلة. بس اللي ملخبطك انك قريت لهم، ادي كل الحكاية. عارف لو جت لي قبل ما تقرا لهم كنت عديتها، لانها سهلة توافق الفكرة. ايوه واحنا نفسنا الاحياء ما هم في الارض برضه، يعني في الارض اي على الارض، لان في بمعنى على، في بمعنى على. لكن احنا قلنا في ظرف وعلى دي ظرف، ولو ارتبط هذا الظرف بمخلوق، المخلوق محصور في المكان والزمان، تفهمه بالمعنى المكاني والزمان. ارتبط بالخالق فخرج عن معنى المكان والزمان، لان الله لا يحده مكان ولا زمان. ادي الحكايه. الزمان هو حركه الفلك،
والفلك مخلوق، فازاي تحصر الله في حركة الفلك والفلك مخلوق؟ فهمت ازاي؟ ادي الحكاية كلها حكاية سهلة، انا مش عارف ليه معطلقة معاك. طيب، وماء العين نقف عنده ان شاء الله، نكمل يوم السبت بعد القادم بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كتابك.